من دار ابو ساطي. هاي دار طائل اللي مرينا عنها. الله يرحمها. عدمها طائل. وهاي دار نائل وساطي. دار ابو خلف. مصطفى احمد. ومصطفى الاحمد. الحج علي. الحج علي. وهذا لكي بسكليت. هذا ابو طلال. طيب دار ابو طلال مرينا عنها. الخميلي. ايوه. بشوفش. بطل. المهم يا افندي هذا هو شارع يا نائل اللي هو شارع عين ابوس بعد ما زبطوه. انو اللي زبطوه؟ يو اس ايد. اليو اس ايد. اي نعم. قال هديه من الشعب الامريكي. كان رافائيل بيعرف شو سووا هنا. شوي شوي. تستعجلش في وقت. 10 دقائق. اه في ايه؟ طيب 10 دقائق ده الوضع. طيب ما يودعنا. شايف كيف هالسناس اللي عملوا لها مياه فعلا الحقيقة رصيف ممتاز بالنسبة لعين ابوس وحوارة اوف مخبز ومعجنات باب الحارة صار الحمد لله اللي ما فيش شيء ولا مطب ملاحظ انت دار هاشم وين ابو طارق وينه اليوم ركبت ابن هاشم ابن هاشم لا ابن اخوه لابو طارق قال عمي الصبحيات من الساعه 6:30 وندخل عريف هلا بدنا نشوف عريف اختار دار المختار هاي دار ابو يوسف شفيك الحج يوسف دار المختار حلو هذا الشجر شايفوه؟ هاي زرعت ثنتين منه انا عندي. لا هيك خربشوها هاي العريف طالما انه حطوا مطب عالي مش منيح. بس ما زبطتش الطريق. اها. يعني كل هاللفة من هان يا نائل؟ تيجي على دارنا. ما ايش طريق. هلا رايحين نجيب شاهر من عريف مشان يصلي الجمعة معانا في جامع الحج مطلق في حوارة يعني والحمد لله انه الكاميرا بتصور منيح على هالسرعة اللي ماشيها نائل داخل بلدة عريف يلا هنا باب الدار في دار دارك انت يعني شوي 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 وين انت في داركم والله طيب هنا باب الدار تقريبا صار دقيقه بعد صار له دقيقتين ثلاث جاهز يعني شيء كيف شايف شايف شو عاملين احنا في حارتنا الفوق ما في شيء هيك اللي هو الحديد الحديد هذا اللي يمنع السيارات تنط في الجرف ولا عملوا لنا سلاسل شوي شوي بب بب بب. لانك مستعجل خايف شاهر يطير لا خايف الودان طيب ما يأذن يا زلمة ايه الخطبة الخطبة شو بدي اقول هن هن يعني بلا والله هن هن على رأيك هذا مركز الشرطة. ونصعد. ايوه. هنا قريب دار المرحوم فؤاد العريفي الاستاذ فؤاد. والله الدين حامل يا نائل. سبحان الله العظيم ولا واحد ايش ملقط
رمضان كريم. الفطور الصوم للسحور للفطور. هذه امه ولا مرت عمه؟ امه. اسمه؟ اه السلام عليك. السلام عليك. هذا بيكون شاهر ابنك؟ هلا. امي هين؟ امه. كيف حالك؟ هلا هلا هلا. هذا شاهر بيكون لك، هذا شاهر صار له شهر هنا في هالبلد، ما عناش خبر الا هلا. امه. امه. شوي 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 خلينا نصورها معاه. لا لا ارجع لورا. كيف حالك؟ زبط. ايوه يا الله يحسن الزنانير. تعالي مشان تطلع على النت يتفرجوا عليك في العالم في روسيا. 84 سنة كلها. يلا يا ابو اكل راحت. بدي اجيب العصا، ما باكت العادي بدون عصا. كيفك يا شهر؟ ولي يا زلمه بقولوا خليني ادور هذا وانت تصور. لا لا ما نصور. خلاص خلاص جمع. خلاص منيح منيح. ادور ادور يا باي. هاي بدي ادور بدي ادور دور بدي ادور. خليك تطلع على التلفزيون. خليك تطلع على النت. ايوه وين راحت؟ تشنس. خلص يا زلمه خليها تشنس يا زلمه. يطلع يطلع يطلع. ما طلعت. يطلع ما كفاك. عليكم السلام. هنا كيف حالك؟ كيف صحة؟ الله يسعدك عمي. يا هلا يا هلا. اهلين شو اخباركم؟ تمام الله يسلمك. شو اخبارك؟ يلا جيت؟ بكون صار بشهر ما سألش عني ولا بيسألك. ولا بيسألك. قلت انه هون؟ والله ما بعرف. تعرف شنو الان؟ لا والله. والكل عرفوا. والله شو بعرفه؟ حمت رحت عليها والله ما كانت، ما حدش كان يعني. ابي تقولش لانها هي. لا لا انا وياها كنا معنا. انت ما قلتش. اول واحد. أول ما قلتش انك انت هنا. انا كله جمعتين. انو؟ جمعتين قعد وما كان. ما انا سألت. في الاسم. انت انت انت. انا جمعتين زي ما بلوش فاردين. ما بلوش ما قلت. طيب بدون ما بلوش. ها بدنا نختمها على عقبة جماعين. يلا